الراجل الدكتور وشمون محاسبي شمون قضايا قضايا ترفق واستمر المعامل استمرت المعامل وكل ما يخص القضيه. طب يا بطلت تقول الحاجات دي وديتها فين؟ ما هو دكتور سعادتك ما استجابتش فرفعنا عن القضيه بسيف وسكينه ولم يرد حتى الان. وهي طلبت كل الحاجات دي ولم تستجب وتم اقام الدعوه من قبل الطب الشرعي؟ اه من قبل الطب الشرعي. رفعنا عليها دعوه بذلك. طب انت طلعت على اوراق القضيه؟ لا ما احنا للاسف ليس لدينا القضيه عندنا هنا. القضيه موجوده هنا. انا حاضر اللي تشوفه. انا بقول لك انا عاوزك انت تقرا القضيه وتشوف الكلام اللي قالته ايه عشان اسالك. انا في المسودة انا حاضر لاي سؤال علمي بحت. انا بقول لك لكن انا لم اقل بتوقيع الكشف او هل ما هو دورك في هذه القضيه؟ انا قلت بناء على تكليف النيابه العامه. تكليف النيابه في كتابه المسوده. كتابه المسوده بس. تكليف المسوده ما عليكم بالمسوده هي دي صوره منها اللي هي النيابه وقفتنا بيها. صوره من المسوده. اتفضل سعادتك. وما قولك فيما جاء بهذا التقرير؟ ما شفتش مذكره النيابه كمان كانت مبعوته لها؟ طلعت مذكره النيابه من النيابه. تمام. هل اطلعت على كتبت ايه؟ ما قولك فيما جاء بهذا التقرير؟ هل اطلعت على مذكرة النيابة العامة المرسلة للطب الشرعي؟ تاريخ 11/3/2023 ايوه انا اخدتها، اخدت الصورة من النيابة العامة. سين وما رأيك الشرعي بعد اطلاعك على ملخص الواقع؟ الوارد بمذكرة النيابة المذكورة وما جاء بتقرير المخفي وما جاء بتقرير الدكتور. اللي هو اللي كتبته ده. المسودة دي لا يمكن الاعتماد عليها في ده رأيي. يعني ده حق رجل دي مجني عليه ده حق. انا عشان كده ما عليكم يعني ده مش قضية عندك. احنا عندنا طب انت دلوقتي اللي عشان تقول لنا رأيك يعني عاوز تلقى قضيه ولا عاوز تجيب الجثه ولا عاوز تعمل ايه بالظبط؟ لازم يبقى عندي مشاهدات. تشرح الجثه تاني؟ ما هي الجثه اساسا دفن. يعني حتى لو دلوقتي ما ينفعش اطلاقا لا يمكن الكتب بصفات من امسك الرحمه حرام حرام عليا. عفوا المتحدث. ماشي انت كتبت السؤال. ما رايك الشرعي بعد اطلاعك على منقص الوقاعه الوارده بمذكره النيابه وما جاء بتقرير الدكتور؟ ما تقدرش تكذب طبعا. انا ما اقدرش اكذب بسبب الوفاه لاني لم اقم بتشريع الجثه. بس الجزم بقول بس الجزم بسبب الوفاه لاني لم اقم بشرح الجثه ولم اطلع على الاوراق. طب انت لو قريت المذكره دلوقتي وشفت زي الصفه التشريعيه اللي موجوده انسكابات دمويه مش عارف ايه الحاجات اللي هي كاتباها ما تقدرش تخرج حاجه. لكن تحديد سبب الوفاه على وقت الجثه لا تقدرش. بس لو انت قريت الاثنين دول ما تقدرش تستنتج حاجه منهم؟ الراي الفني لا يمكن يجمع على استنتاجات. لا انت في الحلال. على طول الاوراق الموجوده لا يمكن الجزم بسبب الوفاه. سين هل يمكن استخراج الجثه وتشريحها والوصول الى النتيجه؟ ممكن؟ معلش سؤال ثاني، هل يمكن؟ استخراج الجثه وتشريحها بمعرفتك هل من الممكن الوصول الى سبب الوفاه؟ لا يمكن.
كابلا من استخراج. تمام. لا يوجد كابلا من استخراج. ده 23. نعم. ده سادة. لا شوية عقل. تحديد سبب الوفاة طالما الإصابات معظمها في الأنسجة الرخوة. طالما الإصابات معظمها في الأنسجة الرخوة التي طلع عقل اللي هو بتوع ده للدكتورة دي من جنب. ونعمة السيدة سبب الأشهر الحقيقي. مش هي مش لا هي حالين فيها بلاء. احنا نجيبها هنا بمزاج احنا سواق امريكي احنا نجيبها امر ضبط كله كده هنا حلو لازم تيجي. طب يا فندم دلوقتي برضه معلش يعني لازم تيجي فندم فوق دماغ احنا تحت امر بس احنا لما اثرنا الجزئيه دي معلش يعني احنا ما نعرفش اللي بيحصل عندهم واللي هي غابت والكلام ده كله. انا لقيت التقرير جاي في ورقه واحده شيلها ذكر. طب يا فندم بس بعد اذنك علامه ركن في افتراضيه ان الوفاه كانت نتيجه الضغط على العنق لان سعادتك قلت لي المره اللي فاتت ان مجرد الضربه من فوق دماغك تجيب ضغط في العنق. انا عاوز اعرف هو ايه اساس بنى الراي ده؟ هو الواقع قريتها؟ هو خناقه قلبيه مش خناقه عاديه خالص. فاكر ايه؟ قال له ايه؟ خد بعضك كنت بتعمل ايه؟ لا يا فندم لا ده بالقلم ما ضربش على دماغه. كده. لان سبب الوفاه هو راي الطبيب مش كسر كسر. انا ما بيجش دعوه. طب انت اللي كتبت قصه تفريغ المسوده. اه انت قلت ان هي دي لا تفريغ المسوده. لا تفريغ المسوده اللي كتبها الدكتور. ما ذكر بتلك الورقه هو ما ذكر بالمسوده المسلمه الي من وساعتك انا لا احنا احنا بنسالك كموضوع عام كده. انا ما بتدرش معاك كدكتور. ما اعرفش هل ضربه باليد على الدماغ الضربة على الدماغ ممكن تعمل كسر في لا ده كسر في ايه؟ في الرقبة الضغط على العنق لا مش يعني هو ضرب انا بقول لك كده يعني امشي كده امشي من هنا كده الضربة لو كانت على العنق ممكن تحدث كسورا بالعظم اللامي والمصاريف الحنجرية ممكن. اما اذا كانت الضربة على قمة الرأس فمن الممكن ان تحدث كسورا صح التعبير بالفقرات العنقيه وليس بالعظم اللامي والخضاريف الحنجريه. ولكن كل هذا الكلام افتراضي. وان فن لا مش وهل هل الضرب باليد على الراس على الراس وضربه على راسه ضربه على الراس اي منطقه راس الراس متسعه انا مش محبيها ضرب في راسه لا اي حته هو ضرب على راسه المؤخره والوجه وال لا هو ضرب على دماغه كده قال له امشي. هل دي ليس لو كانت قويه ممكن تكسر مثلا وتتسبب Thank you.
دي نجيبها ازاي يا انا ممكن استدرك بالاطلاع على المسودة على تفريغ المسودة تحت بند ممكن لا اتفضل ادي دغوه بالاطلاع على تفريغ نفس الاجابه ساعتك ماشي ايوه نفس الاجابه بالاطلاع على تفريغ المسودة المشار اليه على انا بقرا من الواقع بالاطلاع على تفريغ المسودة هو مش راحش على تفريغ المسودة هنجيبها من ثالثا ينفع تيجي ولا مش هينفع الصفة التشريحية ثالثا الصفة التشريحية الرأس فروة الرأس خالية من الانسكابات الدموية خالية من الانسكابات الدموية وعظام الجمجمة سليمة الانسكابات الدموية وعظام الجمجمة سليمة قبوة وقاعدة قبوة وقاعدة قبوة والمخ وسحايا بحالة سليمة والورق والعنق في أرضية كان عندنا برضو المجنع ليه تعفن انسكابات ما جوش حد يتصرف دموية بالأنسجة طب الشعر الرخوة فندم طب الشعر عندي في قضية كانت الجثه اتحطت في ثلاجه بيضة وعفنت منها ما راحوا يشرحوا مع الجثه اللي جم سوا. ده كلام؟ في معظم انتوا بتضيعوا لسه؟ لا في معظم الاوقات بيبقى التعفن ده بيحصل في التاخير في نقل الجثه. لا 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 يا باشا نقلت في نفس الميعاد بس اتحطت في ثلاجه تعبانه. ما عندناش ثلاجه لا ممنوع. الكلام اللي اتقال في التحقيق ما هو يجيب لك الكلام ده من عندي. في القاهره؟ اتحطت في ثلاجه تعبانه. انسكابات دمويه بالانسجه الرخوه العميقه دمويه للانسجه انسكابات دمويه بالانسجه بالانسجه الرخوه العميقه مقابل كسر بالفقره العنقيه الخامسه فمثبت هنا بالمسوده انه في كسر في الفقره العنقيه الخامسه ما احنا عندنا الواقعه وكل اقوال الشهود مفيش غير ضرب على الدماغ طيب ما هي ضربه ضربتين ثلاثه يعملوا كده عشان كده احنا رجعنا معاليكم للتفريغ المسوده فبناء عليه كسر الفقره العنقيه الخامسه قد يحدث من الاصابه الرديه للراس ما هو شكلها كسر ونزف من غير ما يحس حصل نزيف داخلي ما انا بقول معاليكم بناء على تفريغ المسوده ده انه كسر الفقره ده معناها انه في اصابه رديه حصلت وهذا يعني من الناحيه الطبيه الشرعيه جواز حدوث اصابه رديه للراس احدثت الكسر بالفقره العنقيه الخامسه. طب اسالك سؤال تاني واضح زين وبالنسبة للضربات ضربة على الدماغ باليد أو ثلاث ضربات كمواد في الأوراق ممكن تحدث الكسر ده ويموت بعدها فترة يعني يمشي ويتكلم عادي ويرتاح وحاجات كده وبعد كده فتره يبتدي يخش في مرحله الغيبوبه. يجوز. ممكن تصرف وقتها يجوز لانه اذا كان كسر الفقرات ظل في مكان دون حركه ولذلك ده اتحرك هو راح مشي راح مع حد قعد يشكي له وقعد معاه شويه وهو قاعد ابتدى يحس بهبوط سنه بسنه منا بقى ودوه مش عارف يكمل. ده اللي حصل. ما انا اقصد انه الكلام يجوز انه يجوز ذلك حيث ان الفقرات العنقيه بالتالي دي تموت على طول. ما هي اللي احنا كنا بنتكلم حضرتك انه ضغط على العنق بناء على من الامام طلع انه المثبت في المسوده انه كسر في الفقرات العنقيه مش في المسوده. الفقرات العنقيه ان الفقرات العنقيه محاطه بعضلات قوية يمكن أن تحافظ على الكسر
بالفقرات في موضعه لمدة يمكن للمصاب الحركة والتحدث حتى تحدث المضاعفات نتيجة الكسر. مضاعفات اللي هي عبارة عن ايه؟ مضاعفات اللي هي يا اما حدود ضغط على الاعصاب او تهتك بالحبل الشوكي. مضاعفات عبارة عن اما ضغط على الاعصاب او تهتك. لا سيبك تسأل براحتك. بالحبل الشوكي او اي من الاوعية الدموية الرئيسية المحيطة به. بس ركز معايا الاول مع كده بقى عشان الاوعية الدموية الرئيسية المحيطة بالفقرات العنقية. طب اسألك سؤال بقى واضح خالص تحت امر المعلم. يعني هل الكلمة اللي انتوا بتكتبوها دي هو الواقع زي ما لو قلت لك كده خناقة عادية خالص وواحد بيبيع قدام المحل هتنفع الإيجار ما تدفعش تمنش من هنا طلع واحد ملوش علاقة بالقصة ضربه على دماغه وقال له امشي من هنا مشي يشتكي منه في مكان مع أحد أقربائهم لمدة مثلا نص ساعة ساعة وبعد كده ابتدى يشعر بالدكتور وانت قريت المسودة بتاعت الدكتور هل ممكن يجوز الوفاة حسب الواقع التصميم اللي انا متنازل عنه؟ هل يجوز الوفاة حسب التصويب الوارد من اوراق بين قوسين لو نعني طبقا لما هو مثبت بتفريغ المسودة آنفة الذكر حيث أثبت بالبند الثانية الكشف الطبي الشرعي الظاهري وجود سحاجات بلون محمر تتراوح أبعادها بين 1-2 سنتي و3-5 سنتي بين 1-2 سنتي و3-5 سنتي واقع ومنتشرة بيسار الجبهة والعين اليسرى والقلب إضافة إلى وجود كسر بالفقرة العنقية الخامسة حوله انشكابات دموية بالأنسجة الرقوة العميقة سكابات دموية للأنسجة الرخوة العميقة وعليه فإن الواقع الواردة على لسان المحكمة في حين يجوز حدوثها بالكيفية والتاريخ الذي تلته علينا المحكمة ثبت على لسان شاهد الإثبات التالي أنه ذهب إلى مسكنه فوجد المجني عليه سقط أرضا على قصر حالة الإعياء هل اصطدامية بالأرض يؤدي الى ذات الاصابه؟ وعن شمي اقوال مين يا ريس؟ فندم؟ اقوال مين؟ المشهد الثالث مصعب شيء من الدفاع ما موجود مصعب الدفاع المتهم الاول ورد على لسان الشاهد الاثبات الثاني الثالث ان بعد الوقعه بعد الوقعه بعد الوقعه ما هو ده اللي اتصل بيه قال له روح الشقه هتلاقي المفتاح هتخش دخل جه لقى مبني ف انه وجد تمام شافه هو بيقع يعني لا هو جه امر في البيت وقع في الارض ملقى على الارض
هل الاصطدام بالارض او بعد قطع الاساس من الشبه يؤدي للنتيجه دي؟ بس كان هيفتح دماغ مين؟ طب والضرب على الايد بالايد برضه احنا ده سؤال برضه هنطرحه. الضرب نفسه هل ساب اي اثر؟ هل في النهارده اثر برضه عليه؟ خلينا نبدا الاول. هل الاصطدام بالارض او احد قطع الاساس ممكن الاصطدام يحصل الكسر ده؟ من المستبعد فنيا، من المستبعد فنيا حدوث كسر بالفقرات العنقية، من المستبعد فنيا حدوث كسر بالفقرات العنقية نتيجة الاصطدام بالأرض، حيث أن هناك إصابات محددة مثل النزيف تحت الأم الجافية بالمخ يحدث في مثل تلك الحالات من سقوط أرض. طب لو اصطدم بقطع الأساس، أنت رديت لي إن هو وقع على الأرض، طب خبط في إيد أنتريه في كرسي مربوط خشب، نزل ترابيزة وقع، يعني أثناء سقوطه اصطدم بحاجة. هل ده بقى جائز ولا غير جائز؟ لازم يعني الحاجات دي هتسيب اثر في الدماغ. ايا كان الاثر ده، ما احنا دلوقتي بنقول المظاهر برضه كل دي انتهاكات. ماشي يا سبحان الله، اكيد من الكفاح. هل ممكن تحصل اصابه من على سقوطه؟ اصل كله ده استنتاج. تمام خلاص. على سقوطه على احد قطع الاساس بالشطر. على اساس بالشقة. كما ذكرت سابقا ورد بتفريغ المسودة أن هناك إصابات ظاهرية سحقات واقعة ومنتشر بيسار الجبهة عيسى والعين اليسرى والأنف. فينك عيسى؟ أصلي عيسى. حصل ايه؟ والعين اليسرى والانف، وعلى ذلك لا ما تحكيش كلها القصه كلها. انا شاهد بس الاثبات الثالث ده مهم في المجلس ده اللي اتكلم معاه في التليفون. هو اللي لكن عليه كلمه بيقول بص حتى حتى الواحد مش محتاج بالنسبه للتليفون بص حتى مش شايف الاثبات الثالث بعده يوسف ايه نفس التليفون ده. خش هنا. نزل.
اكتب بقى يا محمد. هو حضرتك رد عليا كذا مره ما ردتش عليا فيسبوك. استنى استنى كده عشان يكتب. ماشي فيسبوك. كان اسبوع عندنا يوم الجمعه عشان نسمع. كان حضرتك عندنا اسبوع يوم الجمعه وهو رن عليا. هو الله يرحمه هو كان صاحبي. رن عليا اللي هو رجب ده الله يرحمه كان صاحبي. فرن عليا مش رد عليه. فلميته زاد في الرنه ردت عليه. ايه يا رجب في خير؟ فالمهم قال لي يا سيد انت فين؟ قلت له انا عندي مشوار مع اخويا عند عقيقه بتاع بنت اخويا. قال لي طب انا عايز مدحت عشان خاطر محمد وحياتي شدنا مع بعض في الشارع وحشنا على بعض وانا سبتهم ومشيت. شوف لي مدحت فين عشان ايه؟ نشوف الموضوع ده. قلت له طب ماشي انا هرن لك على خاله وانا هرجع لك تاني يا رجب. مدحت كان نايم صحته من النوم. رجب قال لي هو حصل كذا كذا واتخانق مع شلته مع بعض في الشارع ومسكوا مع بعض. مش كذا كذا هي قال له ايه مش كنت قاعد يعني معاهم؟ لا هو في التليفون حضرتك. يعني هو قال لك شوف رجب عشان يشكيله يعني. شوف خال مدحت. يا رجب مدحت اخو هيثم الاثنين وخالهم. فقلت له قعد معاه. لا حضرتك ما قعدش معايا كنت في التليفون. فقلت له طب ايه ده يا رجب دول بالنسبه لك ايه لسه صغيرين وارد على خالهم ونقعد مع بعض ونتراجع. قال لي طب شوفوا رد عليا. مدحت كان نايم صحته من النوم. قال لي طيب شوفوا هو فين يا سيد ورن عليه وهاته. فرنيت عليه حضرتك. ايه يا رجب انت فين؟ مدحت صحته ولا هو جاي؟ قال انا قاعد في شارع الريحاني. قلت له طب تعالى نقعد عندي في المحل ونتراضى مع بعضيكم. قال لي لا مش قاعد في المحل. قلت له طب انا ايه اطلع فوق في عندي شقه عمال استنى فيها وانا جاي. حضرتك طبعا انا جيت قبل ما جيت ساعه ما اكلمك هو قال لك هيثم واللي معاه دول ضربوك؟ قالوا شدنا مع بعض وانا مشيت منهم. شدوا ما قالولكش انهم ضربوك؟ لا شدوا مع بعض في الشارع وانا مشيت منهم. تمام سلكوهم عن بعض في الشارع. تمام المهم فقلت له طب رجب تعالى وام مدحت جاي وايه ونتردى مع بعضينا. فحضرتك قلت له تعالى اقعد في المحل. قال لي مش هقعد في المحل عشان ما نشوفش مع بعض ولحد يشوفنا ايه احنا عاوزين في الدارك كده ايه نتصرف. قلت له ماشي. حضرتك انا عندي صوت المحل في شقه بتاعت عمال. قلت له طيب هتقعد عندي في الشقه؟ قال لي ما اعرفهاش. قلت له هتروح المحل وهم يطلعوك ايه تقعد فوق. راح المحل قلت لهم شوفوا ورقه بيشرب ايه؟ قال لهم اشرب قهوه. عقبال ما حضرتك جابوا له القهوه كنت انا لسه جاي الواد نازل من عنده وقال لي طلعت القهوه لعم رجب. طلعت بقى يعني انا طالع بقى ليا كلام معاه فبشتمه يا رجب اللي مش عارف ايه لقيته واقع على وشه. واقع على الكرسي واقع على وشه. طلعت الشقه لقيته واقع على وشه. فنادات العام اللي كان معايا دوت قبل ما جالي قلت له تعالى نفوق رجب عمال نفوق فيه كان العلب فرفش وعين كده ونفس طالع ونفس خارج. طبعا كان خاله جه وكان محمد هيثم ده جه وهو جه. دكتور مستشفى ولا مات في نفس المكان؟ لا هو حضرتك كان في نفس وخارج شد شناه وطلعنا بقى على عياده اسمها عياده التاني. قال لك اطلع بيها على القص عشان ده عاوز تشيل. بعد كده واخده عياده اسمها ايه؟ عياده التاج. تاج. قالوا لازم تودوه مستشفى. قال لك اودوه مستشفى. المستشفى كان توفى. انا عرفت بقى حضرتك من هناك صلت باخوه قال لي ده رجب مات. سين وما مرمون المحادثه التي تمت بينك وبين المجنى بين المجنى عليه. هو المحادثه بالظبط قال لك ايه؟ المحادثه قال لك خانقنا ولا ضربوني ولا ايه بالظبط؟ احنا مسكنا مع بعض يا سيد في الشارع والناس اللي كونوا وانا سبتهم ومشيت. قال لي كلمني قال لي ان احنا ان انا اتخانقت مع مين ومين؟ فمسك قال لي حياتي ورد. مين اللي اتخانق معايا؟ قال لك مين اللي اتخانق معايا؟ هم محمد وابن اخته حياتي. وابن اخته حياتي. ماشي. سين وما الحالة التي وجدت عليها المجمع عليه عند مشاهدتك له أول مرة؟ كان مرمي على وشه؟ طلعت حضرتك لقيته واقع على وشه. واقع على وشه. كان في نفس؟ كان في نفس خارج ونفس داخل. وكانت عينه بتفتح وتغمض. وعينيه بتفتح وتغمض. سين هل أخبرك المجمع عليه بسمة شيء؟ أخبرك بأي حاجة؟ لا هم حضرتك الكلمتين دولت وانا قلت له ما قالكش ولا كلمه خالص ولا اي حاجه. هو ساعه ما انت شفته واقع على وشه؟ لا انا لقيته واقع على وشه وانا صدمت ما كلمكش يعني ما كلمتوش خالص ما كلمنيش خالص.
سين وما قولك في المجاب أقوالك بتحقيقات النيابة العامة؟ بين قوسين ترميها عليه، انت قلت في النيابة ان رجب بيرن عليه على الموبايل بتاعي وبيقول لي انت فين؟ فقلت له اني عند اخويا، عشان عندنا اسبوع ماشي، فقال لي ان احمد حياتي، محمد حياتي وهيثم خالهم ضربوني وفرجوا عليه الشارع، هو هرب منهم. كلامك انت قال هذا كان مسكوا فيا، انا عرفت، ارجع له شويه. طيب عرفت من الشارع اللي هم اتخانقوا مع بعض، ما كنتش موجود ساعتها. ايوه الكلام ده انت، الكلام اللي انت قلته. اه قلت الكلام ده ليه؟ انا حضرتك لما في النيابه استعاني تاني مره، انا قلت اول مره وتاني مره لما قالوا في الشارع مسكوا بعض،